كما كرم اللاعبون والطاقم التقني بوسام من مصاف الاستحقاق الوطني برتبة عشير. سيد فارس محمد سليم. سيد بن عمري جمل. سيد والناس آدم محمد. سيد زفان. سيد علي محمد. سيد قديور عدلان. سيد علي مهدي. سيد روح مهدي. سيد أريش. السيد محمد بن عزيز. السيد خالد بن السيد حكيم مدان.